السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في قناة التداول العربي، أرحب بكم في هذا السهم، في هذا السهم الجديد، في هذا الفيديو الجديد عن هذا السهم، سهم شاكر في السوق السعودي رقمه 1214-1214. سعر السهم في إغلاق يوم الخميس 19/8/2021 ميلادي كان 28 ريال و70 هللة. الآن آخر توزيع بالنسبة لأرباح هذا السهم للأسف كان في 2016، إذا نسبة التوزيع مقابل سعر السهم لا يوجد، لأنه آخر توزيع في 2016. ربح الشركة الصافي بالنسبة للنصف الأول مع نهاية يعني عن النصف الأول 2021 كان حوالي 15,000 ريال سعودي، هذا ربح صافي. الآن في النصف الأول من 2020 الربح الصافي كان حوالي 2800 ريال سعودي، مبلغ متواضع يعني. الربح الصافي لكل سهم في النصف الأول 2021 تم الإعلان عن 24 هللة لكل سهم ربح، بينما كانت الأرباح عن كل سهم في النصف الأول في سنة 2020 7 هللات للسهم. الآن لا توزيعات منذ 2016، الربح الصافي لكل سهم 2021 24 هللة، معناته يعني 2024 هللة 48 هللة للسنة كاملة، نصف ريال مقابل 28 يعني حوالي 1.5%. يعني بصراحة هناك أسهم يعني أفضل للاستثمار بصراحة بناء على المعطيات، وأنا أصلا يعني شخصيا بعتبر أن السهم اللي ما بوزع أرباح بشكل دوري أنا لا أستثمر فيه بصراحة. هذا بالنسبة للمعطيات، أي شركة بتوزع أرباح بشكل دوري أستثمر فيها. الآن الأرباح يعني متواضعة جدا، يعني نسبة 1.5% تقريبا، وما في توزيعات، لكن يعني هذا ليس تنفير من هذا السهم وليس التوصيل لأسهم أخرى، لكن هذا شرح واقع الحال بالنسبة للأرباح والتوزيعات بالنسبة لهذه الشركة. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.